الحقيقة أنا كنت سعيد جدا لما خدت الأوامر في استلام طلعت استلام العريش، والطلعة التانية كانت صلاة العيد. فأنا كنت مصاحب للقادة اللي هم مصاحبين للرئيس السادات، كان الرئيس الأسبق مبارك، كان نائب رئيس الجمهورية، كان في وزير الدفاع كمال حسن علي، لكن هو كان راكب الطيارة C-130 عشان معاه وفد الصحفيين والتلفزيون والراديو الإذاعة. أنا كنت مبسوط لأن أنا كنت صاحبت الرئيس السادات في محادثات الانسحاب الإسرائيلي، لكن بالرغم أنه كان متضايق وكان بيتعصب، لكن لما كنت أنا طاير أنا متوقع أشوف إيه النهاردة، يوم العرس بتاعه، يوم الفرح بتاعه، يوم نتائج تحمله المحادثات اللي هو كان بيقابل فيها صعب. لما نزلت من الطيارة، عشان اللي معايا أنا كانوا في استقبال الرئيس السادات، كان رئيس مبارك وكان وزير الخارجية، بصيت لقيت السادات نازل مبسوط قوي 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 بالطيارة C-130. طبعا ما ركبش معايا، هو كان في اسكندرية، طلع بقى الوفد التلفزيون والراديو وحصلنا على العريش، واحنا طبعا سبقنا عشان اللي معايا دول هيستقبلوا الرئيس السادات. لقيت وش الرئيس السادات بيلمع وعينيه سعيدة مبسوط، النهاردة ترجمة للتعب اللي هو تعبه. أغرب حاجة الناس ما تعرفهاش إن لقيت الرئيس السادات وهو بيصلي بيسجد، والله العظيم شفته بيدمع. سألت فوزي عبد الحافظ بعد الصلاة، بقول له الرئيس السادات بيدمع؟ قال لي انت ناسي لما كنت انت بتطير معاه في محادثات الانسحاب ومحادثات السلام كان قد ايه تعب. النهاردة ترجمة التعب بتاعه السلام سينا، ده النهاردة النتيجة بتاعته. كان سعيد قوي، لقيت بدو سينا بيطور الحمام والبلالين وبتاعه ومبسوط، بص كده لفوق بسعادة ان الناس حست بالسلام وحست بمجهوده، والنهاردة اترجم تعب انور السادات. انا هسميه بقى الرئيس انور السادات، الشهيد العظيم انور السادات.